النشرة الثقافية. إذن بداية، على إثر وفاة والد شاب يزيد، نربط الاتصال بسيد يزيد المتواجد في كندا. إذن صباح الخير يزيد. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بك. إذن بداية، تعازينا الخالصة لوفاة والدك لك ولكل العائلة. الله يخليك. الله يخليك. كانت فاجعة على كل حال، شيء ما نظن بلي الناس بزاف الناس اللي فاتوا على هذه الطريقة هذه، اللي توفى لهم واحد قريب، وخاصة الوالدين، وخاصة الوالد بالنسبة للطفل الوحيد، لأني أنا ولد وحيد، يعني عندي خواتاتي ولكن ما عنديش خوتي. دونك كانت شوية صعيبة 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 بزاف، لأنه الوالد أنا كان مريض، باش الناس تعرف، يعني ماهوش الحمد لله ماهوش ما كانش مريض بالكوفيد، ولكن كان عنده مرض عضال منذ أشهر. يعني بقيت معاه لمدة لفترة، ومن بعد كان عندي التزامات أنا في كندا، كان لازم نجي، وكان بصحة جيدة يعني، ولكن من بعد حاولت كيفاش نرجع لأرض الوطن. كان شي قدمت طلب كما قالوا لازم تقدم طلب رخصة استثنائية وكذا، ولكن لما تقدمت بالطلب عرفت باللي كانت هناك معاناة على كل حال الجالية، اللي بزاف الناس اللي توفوا أقاربهم وتوفوا والديهم وكامل، وما قدروش لا يروحوا يدفنوهم لا حتى يلحقوا باش يديروا العزاء نتاعهم ويتقبلوا العزاء من الناس. نظن باللي بالك إذا كان من هذا المنبر هذا أنا نوجه رسالة للسلطات، نقول لهم باللي خوتنا الجزائريين اللي من الجالية راهم خوتنا، والديهم راهم والدينا، والإنسان لازم يروح يدير له دوي نتاعو، لازم يروح يتقبل العزاء تاع مواليه، يشوف أحبابه، ويشوف يعني ماهيش حاجة سهلة. أنا نظن لازم شوية لازم تسهيلات في هذه الرخصة الاستثنائية لهاد الناس باش يهبطوا يشوفوا والديهم. شيء صعب. أنا ما نلوم حتى على واحد، لأنه هذا قضاء وقدر، حاجة تاع ربي سبحانه. ولكن نظن باللي لازم تسهيلات لهاد الناس هادو باش يروحوا يشوفوا، على الأقل يديروا له دوي تاعهم على الأقل. الكثير من الجزائريين الذين فقدوا أولياءهم وهم متواجدين في الغربة، كيفاش لقيت هذا الخبر وأنت متواجد في الغربة في كندا بالضبط يزيد؟ والله أنا كنت على اتصال متواصل معهم، يعني في كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة كنت نتكلم مع الوالدة، مع أخواتي، مع الأهل اللي كانوا معاه وكامل. يعني حتى هو كان في الأيام الأخيرة كان لبس، ولكن في اليومين الأخرين هادو أنا حسيت باللي بدأ يفشل شوية وكامل. طلبت ربي سبحانه، وقلت يا ربي خليني برك نقدر نروح نودعو ولو للحظة ولا اثنين ولا، ولكن صعب لأني تقدمت أنا بالطلب تاع الرخصة هذه عندي حوالي أسبوع على الأقل، ولكن لسوء الحظ علمت باللي منذ يوم الأربعاء غيروا السلطة اللي تمد هذه الرخصة هذه. كانت في أول وهلة تمدها وزارة الداخلية، ومن بعد نهار الأربعاء قال لك لا تمدها وزارة الخارجية، ولكن بون احنا بعثنا لوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ولكن لم نتلقى أي خبر إلى حد الساعة. ولكن على بالي يعني الناس، أنا لما رحت للقنصلية قالوا لي سيزيد غير يعني ما تتمسش بزاف، لأنه طلبات كثيرة والناس بزاف قبلك اللي طولوا لهم، وقال لي حتى يعني الموافقة قليلة، يعني ما هيش حاجة كبيرة وكامل. يعني شيء صعيب، ما هذا ما يعني ماهوش لوم، يعني ما لوم حتى على الطرف. على بالي باللي سمعت باللي الطلبات راهي بالالاف، بالك عشرات الالاف، لانه كل جزائري يسمع، وخاصه الناس اللي انا نعرف بزاف اصدقاء اللي والديهم يماهم خوتهم مرض مثلا بالكوفيد، يحبوا يروحوا يشوفوهم، يحبوا يعني هذه حاجه ليجيتيم. بالك هذاك الضغط هذاك اللي خلى السلطات ما قدرتش يعني تفصل في الأمور الأولوية، لأنه الطلبات كثيرة وكامل.
أكيد أنا نطلب من هذا المنبر أنهم يشوفوا حل، يشوفوا حل، يشوفوا، لأنه القنصليات يعرفوا الناس، يعرفوا الناس، قال شوفوا الناس اللي عندهم، يعني القنصل، ممكن القنصل ولا العمال في القنصلية يدخلوا في هذا الأمر هذا ويشوفوا الناس هذو، هم يديروا تقارير، يديروا تقارير على الناس هذو ببهرة في الممات ولا أمورة في الممات ولا، ويشوفوا كاين الناس اللي برك تقلق باش يشوفوا مواليه ولا، معليش هذو يسمحوا لخوتهم يصبروا شوية باش الناس تهبط دير لو دوي تاعها وتشوف مالها اللي توفى ولا، أنت يعني كنت ما ي... قدمت طلب سيد يزيد يعني منذ أسبوع حتى تشوف الوالد تاعك، واليوم هل متى سيرى الثرى للمرحوم؟ والله من المفروض اليوم، هما سألوني ولكن احنا في ديننا الحنيف يقول لك الميت لازم تعجل فيه، لأنه لما تدفن الميت الله يرحمه تنزل واحد الرحمة على القلوب. إذا قلت لهم معليش دفنوهم بعدنا نجي في أسرع وقت إن شاء الله باش نحتضن أمي وأخواتي، يعني ماهيش حاجة سهلة، ماهيش حاجة سهلة، أكيد حاجة سهلة. أكيد والقرار يخص الإنسان في هذه الحالة، الحمد لله إحنا ناس مؤمنين وربي أنعم علينا بنعمة الإسلام، هذا الشيء اللي يخلينا واقفين ويخلينا يعني دائما نرجع لربي سبحانه ونقولوا نشوفوا، يعني الوالد أنا ما سفراش بزاف، يعني ما كانش، ما تعبش بزاف، ما عياش بزاف، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد على لله. خير. يعني هو ما توفاش بالكورونا، كان عنده مرض سابقا يعني من قبل. طيب بالضبط تكلمنا على ظروف الكورونا، على هذا الظرف الصحي الراهن والاستثنائي اللي ما خلاكش ما قدرتش تحبط هنا للجزائر. ربما قبل ما نخليك تروح يزيد، عندك رسالة تقدر توجهها اليوم من خلال هذا المباشر على قناة النهار. والله نغتنم الفرصة باش نقول الناس، أنا عندي بزاف صحابي هنايا، والديهم توفوا بالكورونا وما قدروش يهبطوا يشوفوهم، عندي صحابي في الجزائر والديهم توفوا وما قدروش حتى يشوفوهم، لأنه طريقة الدفن المريض اللي توفى بالكورونا راهي طريقة مختلفة وكامل. نقول لهم من فضلكم من فضلكم التزموا بالوقاية، بالتعليمات الأمنية، مهم جدا جدا جدا، يعني النفس غالية، النفس غالية، يعني أنا جربتها في الوالد، النفس غالية بزاف 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 بزاف. ردوا بالكم على والديكم، خاصة الأشخاص المسنين، خاصة ردوا بالكم عليهم، تهلاو فيهم، شكرا. ولازم ترتديوا القناع الواقي، لازم غسل الأيدي، لازم، كاين بزاف حوايج لازم نديروهم، ما نقربوش للناس، مهم 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 جدا. أنا مثلا الوالد نتاعي من بين الأسباب اللي ما قدرناش حتى ندوه للمستشفى، يعني اللي نكلموا المستشفى يقول لي يزيد المستشفى راهو 100% كوفيد، يعني ما تقدرش تجيبه، صعيب يعني إذا لاحظتوا حتى يعني الناس اللي المرض العادي ولا ما يداواش في المستشفيات، لأنه كان ضغط كبير عليهم بمرضى الكوفيد. دونك الرسالة اللي نقدمها، ردوا بالكم على مواليكم، ورسالة كذلك للسلطات من فضلكم شوفوا ناس تدير تقارير على الناس اللي محتاجة باش تنزل للأرض الوطن باش تشوف مالها، باش تدفن مالها، باش دير لو دوي تاعها. نظن بلي في القنصليات راهم يعرفوا كاع الناس ويقدروا يتقربوا عليهم ويقدروا يعرفوهم كامل، دونك لازم يكون فيها انتري بلو ريكورو باش الناس ما يطولوش على الناس، لأنه الإنسان لما يتقدم بطلب يكون مستعجل ما عندوش الوقت، ما عندوش الوقت، لأن بين ما حطيت الطلب وتوفى الوالد 5 أيام 6 أيام، يعني ما ربي يجيب الخير وخلاص، آمين يا يعني رب. إذن هذه الله. كانت رسالتك للسلطات المعنية سيد يزيد. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يصبركم إن شاء الله. شكرا لك. ربي طول عمرك، شكرا. إذن